والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نلتقي مع أحد الباحثين المهتمين بالتاريخ الإسلامي، وهو الباحث الدكتور بدر الرشيدي، في موضوع جدا شيق وجميل راح يقدمه لنا اليوم. وكما عودكم مجلس وطني من خلال إقامة هذه الندوة الشهرية في أول ثلاثاء من كل شهر، وكل شهر نستضيف أحد الباحثين المهتمين بالتاريخ، سواء التاريخ الإسلامي أو التاريخ الحديث أو حتى مجال آثار أو التاريخ القديم. ضيفنا اليوم أستاذ في جامعة الكويت، وكما ذكرت في البداية هو الدكتور بدر الرشيدي، أستاذ في قسم التاريخ في جامعة الكويت، وهو خريج جامعة الكويت حاصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة في تخصص التاريخ الإسلامي. واليوم سوف يقدم لنا موضوع جدا جميل يتعلق بمنطقة الخليج وعلاقتها التجارية مع منطقة آسيا، وهي جدا علاقات مهمة، فترة زمنية جدا مهمة ومتقدمة، وتدلي بظلالها على المنطقة، بأن المنطقة كانت لها مجال تجاري واسع جدا جدا. وهذه العلاقات نعود بنا إلى العصر العباسي الثاني وكيفية تأثير القراصنة على هذا الموضوع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الدين، يعطيكم عافية قواكم الله. تشرف أني ألتقي فيكم اليوم في موضوع العلاقات التجارية بين موان الخليج وشرق آسيا، والموضوع جدا يعني لو نبي نتكلم فيه في واضح الصوت، والموضوع لو نأخذه من كل أطرافه صعب راح نقدر نغطيه في محاضرة واحدة، فراح نختصر منه دور القرصنة في العلاقات التجارية في العصر العباسي الثاني. أهمية الخليج، لما نتكلم عن أهمية الخليج العربي كحلقة وصل بين قارات العالم القديم، نجد أن بكل بساطة الخليج العربي حباه الله في موقع مثل قلب العالم القديم والدينمو الذي حرك الخطوط التجارية. لو نشاهد الآن هني موقع الخليج العربي، لو نلاحظ الآن الخطوط التجارية اللي ممكن يعني تدخل من ضمن المنطقة هذه، كل شرق آسيا بما فيها الهند ومنطقة الصين، وكذلك تربط منطقة الخليج ساحل أفريقيا الشرقي بالإضافة إلى البحر الأحمر اللي يمثل الذراع الثاني شبه الجزيرة العربية، راح يمدنا أيضا منطقة الخليج في قارة أوروبا. فصار حلقة الوصل بين الثروات اللي كانت موجودة في شرق آسيا والثروات اللي كانت موجودة في القارة الأوروبية، إضافة لما كان ينتجه يعني سكان منطقة الخليج، وإن كانت يعني المنتوجات هذه قليلة نسبيا مقارنة بالقارة الآسيوية والقارة الأوروبية والقارة الأفريقية. دور الدولة العباسية في دعم التجارة وأهمية الاقتصاد للدولة، نجد أن الدولة العباسية أولت اهتماما كبيرا في قضية دعم التجارة وقضية الاقتصاد والمال، ويتضح ذلك في قول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، هو الخليفة الثاني والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية، عندما قال: لولا أن المال هو حصن السلطان ودعامة الدنيا، دعامة الدين والدنيا وزينتها، لما وجدت اللذاذة في إيش صرفي، لما وفي بذله لما وجدت اللذاذة، ولم أبت ليلة وأنا أحرز دينارا أو درهما لعظيم ما أجد في إيش الثواب في إعطائه. فنشوف هنا ملخص الحديث لأبو جعفر المنصور، إنه يأكد على أهمية المال وأن حصن السلطان والدين. فأولت الدولة العباسية اهتماما كبيرا في قضية دعم التجارة والموارد الاقتصادية من أجل تكوين مركز مالي، مثل ما يقولون في الكويت عندنا مركز مالي، كانت الدولة العباسية مركز مالي يحرك الدول اللي كانت في حواليها من الدول في شرق آسيا أو الدول في أوروبا. بعد ذلك العلاقة الطردية بين حركة التجارة والقرصنة، نعرف أن كلما زاد النشاط التجاري وزاد التبادل التجاري، كل ما كان هناك نشاط ملحوظ في ازدياد حركة القرصنة. فلولا أن التجارة كانت يعني بسيطة لما وجدنا إيش التجار يجوبون هذه البحار بحثاً عن السفن التجارية، ولكن كعلاقة طردية وقوة التجارة في ذلك الوقت أغرى بشكل كبير القراصنة لجواب أو
دوران في هذه البحار بحثا عن السفن التجارية وما تحمله من أموال وسلع ومنتجات كثيرة. تعريف القرصنة، لما نتكلم قرصنة، هل تعريف هذا، هل كان التعريف هذا القرصنة موجود في أيام الدولة العباسية؟ هل كان هناك شخص يطلق عليه قرصان أم ماذا؟ بكل بساطة نجد أنه يرجع مصطلح القرصنة إلى مادة قرصة، حيث ورد المعنى في معاجم اللغة بمعنى مرادف لكلمة قطع، أي قطع الطريق، والقطاع هم اللصوص الذين يقطعون الأرض ويعارضون أبناء السبيل فيقطعون بهم السبل. ووردت كذلك كلمة قرصة في بالقاموس المحيط مرادف لكلمة قطع، وكلمة القرصنة اشتقت من كلمة القرصان وهو لص البحر الذي يقوم بالقرصنة، وهي قطع الطريق على السفن التجارية لسرقتها ونهبها. وعند استعراض المصادر التاريخية والجغرافية كذلك لا نجد فيها مصطلح القرصنة، وإنما تذكرهم بعض المصادر بحسب المنطقة التي يتربصون بها أو الجماعة التي ينتمون إليها بمصطلح يرادف القرصنة، مثل ما كان يطلع قرصنة السند باسم الميد ومتلصصة البحر وكفار البحر. ومن خلال ما ورد معنى من شرح لمفردة القرصنة يمكن تعريفها بأنها عملية يقوم بها بعض الأشخاص في البحر تجاه السفن التجارية بهدف الاستيلاء عليها وما بها من سلع وأموال، ويكون هذا العمل بمثابة العمل الرئيسي الذين يحسنون القيام به. السؤال يطرح نفسه، القرصنة هل هي واحدة أم لها أقسام؟ نجد أن القرصنة بكل بساطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قرصنة خاصة أو قرصنة حرة. القسم الثاني قرصنة شبه رسمية، والغريب أن واحد يقول كيف أنها تكون عندنا قرصنة شبه رسمية. راح نشوف الآن أن تعتمد الأولى اللي هي القرصنة الخاصة على القرصان الذي تكون مهمته البحث عن السفن التجارية لنهبها دون التمييز بينها، لأن قرضه هو سلب السفن التي تواجهه ولو كان ذلك على حساب الصالح العام، وتكون القرصنة من النوع الأول مجموعة فوضوية خارجة عن القانون منتشرة في كافة الموانئ. أما النوع الثاني من القرصنة فتتركز قرصنته على إلحاق الضرر بالسفن التجارية التابعة فقط لأعداء دولته، مع تقاضي واضح من السلطات التي ينتمي إليها تجاه ما يقوم به من أعمال سلب ونهب. وهذا يعتبر القرصان شبه محارب تابع لإحدى السلطات المعادية، ويقوم بأعمال غير رسمية لها أثر بليغ في إضعاف وتضييق النشاط التجاري لأعداء بلده، حيث أن القوات النظامية لا تستطيع القيام بهذه الأعمال المحرمة دوليا، وتقوم السلطات بتقديم بعض التسهيلات لهراء قراصنة مثل شراء بضائعهم. ويوجد مثل هذا النموذج في جزيرة سقطرة التي هي بالقرب من بلاد اليمن، التي كان بها سوق لتصريف البضائع التي تنهبها قراصنة المحيط الهندي، وكان سكانها يشترون هذه السلع لكونها سربت من السفن التجارية الإسلامية. القرصنة في الخليج والمحيط الهندي. أولا نجد أن الارتباط ما بين التكوين الجغرافي للخليج والمحيط الهندي والقرصنة، نجد أن بكل بساطة أن تكوين الجغرافي للخليج كان أنسب لحركة القرصنة من المحيط الهندي للهيجان اللي دائما يكون في إيش البحر أو المحيط الهندي، ويصعب على القراصنة من خلالها الاستيلاء على السفن أو اللحاق في السفن. فمثل عندنا الخليج مناخ مناسب للقرصنة طوال العام، خصوصا أن القرصنة بكل بساطة في المحيط الهندي مرتبطة في الرياح الموسمية وموسم السفر الذي كان يسلكه التجار ارتباطا بهذه الرياح. ثانيا نشاط الحركة التجارية في العصر العباسي وانشغال الدولة في مقاومة ثورة الزنج والقرامطة. نجد أن الدولة في العصر العباسي الثاني كانت يعني في محك كبير في مقاومة هؤلاء الثوار الذين أنهكوا القوات النظامية، مما دفع إلى إيش تكاثر هذه القوى القراصنة التي استغلت فرصة انشغال هذه القوات النظامية وأخذ عمل القرصنة بشكل أكبر من العصر العباسي الأول. كذلك الجاهزية ومستوى التدريب الذي كان عند القراصنة، نجد أن القراصنة كانوا يتدربون بشكل كبير على كافة الظروف التي ممكن أن تحيط بهم أثناء البحر، سواء في الأمواج العاتية أو الرياح الشديدة، فكانوا على تدريب عالي يعني يفوق مستوى القوات والبحار اللي كانوا موجودين في السفن التجارية، مما حدا في السفن التجارية إلى جلب بعض القوات اللي تكون دائما موجودة على ظهر هذه السفن التجارية لحمايتها. رابعا
تواجدهم بالبحر طوال موسم السفر الصيفي. دائما نجد أن البحارة أو القراصنة الغريب فيهم أنه كانوا يأخذون زوجاتهم وأطفالهم وكانوا يمكثون شهور في البحر يجوبون هذا البحر بحثا عن السفن التجارية. فمدة البقاء الكبيرة هذه تسمح لهم بفرصة أكبر في البحث عن سفن تجارية وسلبها وتعريض أيضا السفن التجارية للخطر بشكل أكبر من قضية أن مجرد أنهم يذهبون ويرجعون إلى مناطقهم، لا، كانوا متواجدين طول فترة الصيف في هذه السفن التجارية. كذلك وكانوا يشكلون مصدر تهديد للسفن التجارية حيث كانوا يخرجون مع بعضهم البعض على شكل مجموعات. وبالغت بعض المصادر في ذكر أعداد سفن القراصنة مثل ما أورد بوزرك توفي في منتصف القرن الرابع الهجري في كتابه أنها تصل إلى 70 سفينة، وقال ماركو بولو أنها تصل إلى 100 سفينة صغيرة أحيانا، لأن نص بوزرك كشف لنا الكثير من الحقائق عن طبيعة حركة القراصنة. فقال أن أحد النواخذ يدعى إسماعيلو ذكر له تعرض لهجوم القراصنة عليه أثناء عودته من ميناء كلا وهو أحد المواني في منطقة الهند إلى عمان في عام 317 الهجرة 929 للميلاد، وأنه اجتمع عليه من سفن القراصنة ما لم يجتمع على غيره من نواخذة، حيث بلغ عددها 70 بارجة، ودارت الحرب بينهم 3 أيام متتالية، وتمكن من إحراق عدة بوارج، والبوارج هي إيش؟ من سفن القراصنة الكبيرة الحجم، وقتل جماعة منهم وتحققت له النجاة منهم والوصول إلى بحر العرب. وتأسيسا على ذلك، فقد كان القراصنة وجود ونشاط في القرن الرابع الهجري، وأنهم كانوا يخرجون لنستنتج هذا من النص، وكانوا يخرجون على شكل مجموعات، إلا أن يستبعد أن يصل العدد إلى 70 بارجة في المتصفح لكتب التاريخ يعلم المبالغات التي ترد بخصوص الأرقام بشكل كبير. ونجد أن أكبر عدد ذكره ابن بطوطة لسفن القراصنة كانت 12 سفينة خلال قيام القراصنة بعمية القراصنة على السفن التجارية. وبالمقابل لا بد أنه كان من النواخذة عدد من السفن حتى يتمكنوا من التغلب على القرصنة. يعني أن ندرك أن السفن التجارية كانت تدخل يعني تخرج بشكل أكبر من تكون تطلع في سفينة واحدة. وقد كشف لنا هذا النص على أن القتل بين السفن التجارية والقراصنة استمر لأكثر من يوم في بعض الأحيان، كما ورد أن هناك من أن القتال استمر 3 أيام. ونستنتج من قدرة النواخذة على إحراق سفن القراصنة وقتل بعضهم على حقيقة تزود السفن التجارية بالمقاتلين والأسلحة الحارقة ومدى الجهازية الدفاعية فيها. وخصوصا برزت هذه النقطة في العصر العباسي الثاني عندما ضعفت قدرة الدولة على تأمين خطوط التجارة بشكل كبير. أساليب القرصنة في مواجهة السفن التجارية، نجد أن عندهم كان أكثر من أسلوب في مواجهة السفن التجارية. أولاً كانوا يقومون بإلقاء مراسي السفن لتثبيتها ووضع مسافة ما بين كل سفينة وأخرى تقدر ب5 أميال، وإذا والشكل هذا يعني نستطيع أن خلال 20 سفينة أن نغطي 100 ميل بحري. وإذا شاهدت إحدى السفن القراصنة السفن التجارية أمامها فإنها تقوم بإعطاء إشارة من خلال النار أو الدخان لتجتمع إليها السفن القراصنة ويحاوطون هذه السفن التجارية. وكان من أساليبهم أساليب القرصنة هذا بالنسبة للقراصنة اللي تكون عدد السفن عندهم قليلة، يجوبون حول مدخل المواني، والسبب في ذلك أنه يعطيه فرصة سانحة في الهجوم بشكل أكبر على السفن التجارية، غير لما تكون في عرض البحر يكون فرصة المناورة والمراوغة من قبل السفن التجارية في عرض البحر أكبر من لما تكون في المجال الضيق في مداخل المواني. وأيضا يكون الهجوم هذا سريع بشكل كبير حتى يتمكنوا من الهروب من القوات النظامية التي ممكن أن تستنجد بها السفن التجارية. وكان التجار يواجهون هذه المشكلة بأن يخرجون على شكل قوافل تصل في بعض الأحيان إلى 100 سفينة، حيث يذكر بوزرك أنه خرج من عمان في عام 342 للهجرة 953 للميلاد 100 مركب تابعة لتجار البصرة. وبين هذا العدد الكبير من السفن التجارية حجم الحركة التجارية لتجارة البصرة ومدى اتصالهم بالموانئ العمانية التي كان لها تبادل تجاري كبير مع موانئ الشرق. قد يتساءل بعض ليش أنا ما شككت في الرقم هذا رغم أنه عدد كبير. كل بساطة لأن السفن التجارية كانت مرتبطة بموسم السفر اللي كانت فيه الرياح الموسمية، فالشيء هذا يحتم عليها أنها تخرج في وقت واحد ويحتم على كل التجار هم يطلعون في الشكل مجموعات كأمان لهم
من القراصنة اللي ممكن يهاجمون هذه السفن التجارية. كما ذكرناها القراصنة ومناطق تواجدهم، السؤال يطرح نفسه، وين كانوا موجودين القراصنة؟ بكل بساطة تعددت أجناس القراصنة بحسب المناطق التي كانوا ينتمون إليها، مما كان له أثر في اختلافهم عن بعضهم البعض من مبدأ إلى شراستهم واختلاف أخلاقهم وتعاملهم مع السفن التجارية. فنجد بعض القراصنة يقتلون من يكون على السفينة ويأكلون اللحوم، في بعض الأحيان يكونون من آكلين لحوم البشر، وفي بعض الأحيان سوف نجد أنهم لا، مجرد ما يستولون على هذه السفن يقومون بإيصال من يكون على هذه السفينة إلى أقرب ساحل، ومن ثم أخذ السفينة، وفي بعض الأحيان إذا كانت السفينة رديئة يكتفون في سلب السلع التي تكون موجودة عليها. من قراصنة نذكر الميت، وهم لصوص الديبل، وكانوا يقطعون الطريق على الناس بالبوارج اللي ذكرناها، هي السفن الكبيرة، والبيرة إحدى سفن قراصنة أيضا، وذكرهم ابن منظور باسم الميث، وقال أنهم من الهند بمنزلة الترك، وكانوا يتعرضون السفن الإسلامية في البحر، ويكثر نشاطهم في مجال القرصنة خلال الصيف، وأنهم كانوا منتشرين في خلاج كتش وكاثيور، وكانوا يغيرون بوارجهم على أرجاء فسيحة من المحيط الهندي، وكانوا يبلغون أحيانا مصب نهر دجلة والجزء الجنوبي من بحر القزم وسواحل سيلان. ومن هذا العرض نستنتج مدى القوة ومدى السطوة اللي كانت موجودة عندهم، وأيضا مدى الضعف اللي كانت فيه الدولة العباسية، بأنهم من الهند يصلون إلى ميناء البصرة اللي يعتبر من أهم الموانئ التجارية في ذلك الوقت. وقال عنهم ابن مسعود أنهم من أهل بلاد السن، وأنهم خلق عظيم وحزم لأهل المنصورة، وأن بوارجهم التي يقطعون بها الطريق على السفن التجارية الإسلامية المتجهة للهند والصين كالشواني التي في بحر الروم. وقال عنهم ابن حوقل أنهم قوم على شطوط مهران من حد الملتان إلى البحر، ولهم في البرية بين مهران وقاهم المراعي ومواطن. راح نختصر للوقت لأنه هني إشارة أنه في 10 دقائق. عندنا القراصنة القطرية يطلق عليهم متلصصة البحر، إلا أن اسم القطرية غلب عليهم نسبة إلى جزيرة سقطرة القريبة من بلاد اليمن، التي تعد معقلهم الرئيسي، بالإضافة ما كان لهم من محارس في مناطق أخرى مثل تلك التي كانت لهم في جزيرة عبدان، وشكلت هذه المناطق في رأس الخليج مأوى لكثير من القراصنة. وهني عندنا جزيرة سقطرة، وفي المنطقة هذه نجد منطقة عبدان. ويذكر الشريف الدريسي أنهم أخبث عدو يلقى في البحر، وكانوا في جزيرة القطرية، وكانوا في جزيرة قطرية مغاصل اللؤلؤ يقصدها أهل اليمن ويغوصون به، إلا أن أهل القطرية مارسوا عملية السلب القواصين متاعهم، وكذلك جميع التجار الذين كانوا يقصدونهم، الأمر الذي جعل الناس يمتنعون عن السفر إلى جزيرتهم. قراصنة النكامرة، وهم من أهل الديبل، وذكرهم البلاذر باسم التكاكرة والككاكرة. قراصنة جزيرة كرمو التي تعد بالقرب من جزيرة الرانج، وهم سود الألوان يسمون بالبوميين، وكانوا يقومون باعتراض السفن التجارية واستولون على ما بها من متاع، باستثناء بعض الأقوام المعروفين عليهم. ونشوف أن هذه تعتبر من شبه الرسمية اللي موجهة لقوم فقط. قراصنة بعن سرنديب، ويعد من البحار الخبيثة الصعبة الشديدة التي تقل السلامة فيها لكثرة ما بها. هني يعني أتوقع أن فيها شوي مبالغة من الروايات التاريخية، أن كثرة التماسيح ما يوجد في ساحلهم النمور وبوارج القراصنة، فأنت بين نارين، يعني أنك تكون فريسة سهلة للقراصنة، أو أنك إذا صارت حرب بينك وبين القراصنة وغرقت راح تأكلك التماسيح، أو إذا رحت للشاطئ راح تكون في مكان النمور. وأشوف أن هذه من الأشياء اللي تكون من مبالغات التاريخية. قراصنة مملكة جوزرايت التي من الجانب الغربي بحر الهند، فيعدون من أشرس القراصنة مجازفة، وكان إذا وقع في أيديهم أحد من التجار أثناء تجوالهم في البحر أجبروه على الفور باحتساء جرعة من ماء البحر لكي تكشف من خلال ما تفعله بأمعائه إن كان قد ابتلع شيئا من اللآلئ أو الجواهر، عندما أحس باقتراب القراصنة منه لكي يخفيها في بطنه. ونستنتج هنا مدى الثقة اللي كانت عند البحارة أن هؤلاء القراصنة لن يأذوهم في أجسادهم، أنه مجرد ما يحصل عليه هو منه اللآل اللي كانت موجودة عنده، وأنه مدى ثقة أنه راح يحصل على اللآل فيبتلعها، وماء البحر يسوي له مثل مقص يخليه يستفرق ما به من لآل. هناك طبعا لصوص الهند راح نتجاوزهم، وقراصنة البحرين الذين مارسوا عملية قطع الطريق على السفن التجارية وسلبها بين منطقة البحرين والبصرة، الأمر الذي أدى بالدولة العباسية لإنشاء ميناء سراف في
الجهة المقابلة للبحرين بالساحل الشرقي للخليج، وهذا أدى إلى تحول خطوط التجاري للمنطقة أكثر أمانا، وهي منطقة سيراف، وخصوصا أن منطقة البصرة منطقة يصعب رسو السفن فيها لضحالة المياه في تلك المنطقة، خصوصا مع سفن الصين التي تم الجنوك كبيرة الحجم. كم من هناك قراصنة أرض نتجاوزهم عشان الوقت. عندنا من بين لم يكن القراصنة وحدهم من كانوا يقومون بأعمال القرصنة، فإلى جوارهم مارس بعض الحكام هذه الأعمال أيضا، مثل سلطان فانكور الذي يدعى باسدور، كان له 30 مركبا حربيا يقطع بها الطريق على السفن التجارية ويسلب التجار بضائعهم وأموالهم، ولا يعني ذلك أن جميع مراكبه كانت تقوم بقطع الطريق في نفس الوقت أو في نفس المكان، ومن بينهم سلطان سيلان إيري شكروتي، وهو من العتاه المفسدين، وكان له مراكب تقطع البحر، ويلقت قوته البحرية حوالي 100 مركب ما بين صغار وكبار، وكان التجار يتحاشون الرسو في موانئه. وسلطان هنور جمال الدين محمد الذي كان أهل بلاد الميبار يعطونه في كل عام شيئا معلوما من تجارتهم البحرية، خوفا منه لقوته في البحر وعسكره الذي يقطعون بهم الطريق عليهم إن لم يدفعوا. يعني مجرد أنك تمر راح تواجه أن السفن هذه راح تمارس معاك عمل قرصنة، فتضطر أنك تقدم بعض الأموال لهم كنقول يسمونها أتاوة لهذه الموانئ. كذلك مارس الغريب هنا أن بعض التجار مارسوا أيضا أعمال قرصنة، وهذا ما يعد من المفارقات العجيبة، حيث قام النواخذة في بعض الأحيان تجارة مع بعض الموانئ، وفي نهايتها يقوم بسرقة بعض الأطفال أو بعض الأشياء اللي يتفق مع بعض الناس لسرقتها، وهذا الشيء يعني معروف يعني لدى تخصص التاريخ الحديث أن بعض تجار الكويت كانوا يمارسون الشيء هذا مع بعض الأطفال في أفريقيا. كما مارس بعض الأهالي أعمال قرصن في أجزاء من الهند، وذلك عند تغير اتجاه السفن لظروف خارجة عن إرادة ملاحها بسبب الرياح أو الأمواج، ورست تلك السفينة عندهم يقومون بسلبها بحجة أن الرياح هي التي أتت بهذه السفينة لهم. الدجل والخرافات في عالم القرصنة. كان القرصنة يبتعدون عن أعمال قرصن في جزيرة ذيبة المهل التي بنواحي بحر المليبار، خشية أن تصيبهم كارثة في حال تعرضهم لمركب أهل ذيبة المهل، خوفا من الدعاء عليهم. فهذه من الأشياء الخرافية اللي كانت تذكرها الكتب التاريخ، أن دعوتهم كانت مستجابة، مجرد أنهم ما يأخذون أي شيء من هالجزيرة هذه راح تصيبهم الدعوة. كان أمير قرصنة يعني يعاقب أي بحار أو أي قرصان من قرصنته إذا أخذ أي شيء من هذه المدن. كذلك أيضا لم يتعرض قراصنة لسفن أهل جزيرة سقطرة اللي كانوا يدعون أنهم مارسون السحر والشعوذة على السفن التجارية، على سفن القراصنة التي تواجه سفنهم التجارية، أو إذا عملوا أعمال قرصنة على موانئهم. فنشوف أن هي مجال فقط الصدفة لعبت في بعض الأحيان، أن أتت الرياح في هذه المراكب ولا هناك يعني في اتصال ما بين أن قدرتهم على إرجاع السفن أو تغيير اتجاه الريح. ومنخرفات أيضا ما ذكره ابن حوقل أنه وجد في عام 358 في منطقة عبدان جماعة من الصوفية والزهاد أقروا بأن من أخذ شيئا من عبدان على سبيل الجناية والسرقة فإن السفينة التي تحمل هذه المسروقات تغرق. ونشوف أن هؤلاء الرجال الدين قاموا ببث هذه الإشاعات وهذه الخرافات، لأن منطقة عبدان كانت معقل لكثير من القراصنة مثل القطرية. كذلك دور الدولة العباسية والتجار في مقاومة القرصنة، هني المحك الأساسي اللي بنشوف وين دور الدولة. بكل بساطة لازم نستعرض العصر العباسي الأول شنو كان فيه. فنشوف الخليفة أبو جعفر المنصور كان يعني مصر على ملاحقة القراصنة في الفترة من 140 إلى 153، يعني 14 سنة. ونشوف أن 14 سنة مدة كبيرة جدا، مما يعني أن كان هناك صعوبة بالغة في قضية أني أطارد القراصنة. كذلك الخليفة المهدي نشوف أن في تتابع من قبل الخلفاء العباسيين في متابعة القرصنة والأذى اللي كانت تلحقها في التجارة. فكذلك في عام 159 قام بتوجيه حملة بحرية كبرى لملاحقة قراصنة الهنود في عقر دارهم، وكانت هذه الحملة بقادة عبد الملك بن شهاب المسعي والذي تمكن من استيلاء على مدينة باربد. وتولى لما تولى الخلافة أيضا هارون رشيد
كذلك عزم على القضاء على القراصنة في منطقة خليج ما شكلوه من تهديد لحركة التجارة، فعد لهم حملة بحرية بلغت عددها سفنها 13 مركبا. وأيضا عندما أعادوا في وقت لاحق الهجوم على موانئ الخليج أعد لهم حملات طوال فترة حكم، وكذلك عندنا المعتصم وكذلك المتوكل. ومن جهود الدولة العباسية أيضا إنشاء مجموعة من الخشبات في القرب من ميناء عبدان. المنطقة هذه كانت منطقة جدا خضرة خطرة جدا، وحالة المياه ممكن أن السفن فيها تصطدم في قاع البحر، فكانوا يضعون هذه الخشبات حتى يبعدوا هذه السفن عن قاع البحر المنخفض هذا، ويستخدمونها أيضا في مراقبة القراصنة وتحذير السفن التجارية منها. كذلك استمرت جهود الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني إلا أنها لا تقارن بما كان يفعله الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الأول، ويرجع السبب إلى انشغالهم في مكافحة ثورتي الزنج والقرامطة. ونجد هنا برز دور التجار والأهالي في مقاومة هذه القراصنة أو هذه الأعمال التي كان يقوم بها القراصنة. ففي عام 300 قاموا أهل البصرة بتوجيه حملة لضرب قراصنة البحرين، إلا أن هذه الحملة باءت بالفشل بسبب بسيط كان لقوة القراصنة وأيضا لضعف قدرة الأهالي على مجاراة الجهازية الدفاعية التي كانت موجودة عند القراصنة. وخلاصة القول، أنا آسف أني أطلت عليكم، خلاصة القول أن العمليات التجارية ما بين موانئ الخليج وموانئ السند والصين كانت مستمرة على الدوام، سواء كانت عن طريق التجارة المباشرة أو غير مباشرة. ونقصد في المباشرة أو غير مباشرة أن في بعض الأحيان ينطلقون مباشرة من منطقة البصرة إلى الصين، وغير مباشرة إذا حدث ثورة في الصين فإنهم يأخذون منطقة في الوسط مثل كلابار كانوا يستخدمونها كميناء وسط ما بين التجارة العراقية والتجارة الصينية. وأن خطر القراصنة البحرية التي كانت تواجه هذه السفن التجارية بالغت فيه المصادر التاريخية بعض الشيء، وأن الدولة العباسية كانت حازمة في ملاحقة من يقوم بهذه الأعمال، كما أن التجار بعد ضعف الدولة العباسية وعدم قدرتها على تأمين السواحل لم يقفوا مكتوف الأيدي أمام هجمات القراصنة، بل زودوا سفنهم بالوسائل الدفاعية، مما يدل على استمرار حركة التجارة في العصر العباسي الثاني. وعندنا هنا يعني شاءت الأقدار أن هناك شركة كان غرضها هو التنقيب عن السفن الغارقة في المحيط الهندي، فكانت مجرد أنها تأخذ السفن وتشرح ما عليها من بضائع. أقدم سفينة كانت إلى موضوع بحثنا اليوم، فكانت السفينة هذه قبالة السواحل الأندونيسية، سبحان الله مصائب قوم عند قوم فوادوا، غرقت هذه السفينة بكامل حمولتها، فكأنه فتحنا بوابة زمن نشوف البضائع اللي كانت موجودة دلالة على استمرار التجارة. فنشوف الأواني وعندنا التطريز اللي كان موجود فيها، وراح نعرضكم بشكل سريع بعض هذه السلع. هذه بعض الجرار، هذه هني إثبات لقضية السفن المخيطة، وهني واضح الفتحات اللي كانوا يستخدمونها، وجدوا فيها الشحم اللي كانوا يستخدمونه في سد الفتحات أيضا. هذه بعض الطرق التكديس لبعض الموانئ، هذه توزيع الرصاص على سطح السفينة بشكل منظم بحيث أن يكفلون توازن السفينة. كذلك هني طريقة تخزين أخرى أن داخل الجرار أيضا يستغلون المساحة. كذلك هني بعض الجرار اللي فيها بعض الأعشاب، وهني طريقة صف بعض استغلال الترتيب في السفينة، وهذه بعض الأعشاب يقال نحتمل أن يكون هذا اللي هو القرنفل. في الختام أشكركم على حسن الاستماع. نشكر ضيفنا الكريم على هذا العرض الممتع الغني بالمعلومات القيمة عن فترة زمنية بعيدة عنا، لكنها ليست بعيدة عن منطقتنا، منطقتنا التاريخية، منطقتنا الخليجية الغنية بالتاريخ، والتي استفدنا من محاضرة ضيفنا الكريم في تغطية جوانب مهمة من دور القرصنة في إعاقة سبل التجارة في تلك الفترة الزمنية، واستمرار دور القرصنة إلى العصر الحديث. يعني إلى العصر الحديث، يعني من أشهر القراصنة في العصر الحديث يمكن يختلف بعض المؤرخين أو الباحثين، اللي هو القرصان جابر بن رحمة، وكان مشهور منطقة الخليج، وطبعا
قضية مقتلة أو نهايته كانت يعني أسطورية أو بشكل كان داخل سفينته وقاوم الإنجليز وبعد ذلك تم قتله وتفجيره، فاستمرار عمليات القرصنة ضد التجارة مستمر إلى يومنا الحاضر. على العموم امتعنا ضيفنا الكريم بهذه الندوة الجميلة، والآن نأتي مع أسئلة ضيوفنا الكرام. الرجاء راح ناخذ الأسئلة بالكامل، وكل ضيف رجاء يذكر اسمه وألا يتجاوز مدة تعليقه أو سؤاله مدة دقيقتين لو سمحتم. ضيف يعرف نفسه والسؤال أو التعليق لا يتجاوز دقيقتين لو سمحتم عشان الوقت. تفضل تفضل. الرحمن الرحيم. دكتور حمدي القحطاني، طبعا يعطيك العافية على المحاضرة، محاضرة جميلة جدا عن القرصنة. طبعا في عندي تعليق وعندي بعض الأسئلة. أولا بالنسبة لقراصنة البحرية، أنت قراصنة البحرية ذكرتهم مرتين، السؤال من هم هؤلاء الناس القبائل؟ هذه نقطة في حقيقة مهمة جدا. النقطة الأخرى ذكرت يعني معلومة يمكن أول مرة تمر علي، وهي أن تجار الكويت أخذوا يسرقون، وهذا لم يحدث يعني، لأن في الفترة هذه في فترة العصر الحديث كان هناك قانون بريطاني وقع مع أوروبا وفرنسا أعتقد 1870 بمنع تجارة العبيد في منطقة الخليج العربي، ولهذا كانوا هناك بعض الأوقات يعني يأخذون أو بيع العبيد بطريقة يعني غير مباشرة. فهذه نقطة. طبعا الاستعمار الأوروبي كان يستخدم قرصنة لجابر برحمة، وكذلك قرصنة للقواسم، وهذه مقاومة وليست قرصنة. هذه نقطة في الحقيقة يعني مهمة جدا، تبرير تدخله في المنطقة. لا هذه حقيقة يعني، هذه حقيقة يعني لا يمكن، لأن هي عبارة، لأن أصلا مسألة القرصنة والنقطة هذه بقى شيء من الوقت ولا أكمل؟ ثواني زين. ولهذا هو في منطقة الخليج العربي حتى في العصر الحديث كان هناك في مقاومة كثير من القبائل، بني هاجر والعجمان، كان هناك مقاومة لبريطانيا والدولة العثمانية. فحنا أنا شخصيا سميتها مقاومة، في الكتب يسمونها قرصنة، أنا غيرتها. نعم. هذه في الحقيقة. وعلى فكرة في منطقة الخليج العربي في نوع من المقاومة هذه، أو تعتبر جزء من طبيعة الناس ومن عاداتهم، وتغيب بعضهم يعني يعتبر هذا جزء انه من الشجاعه عندما يهاجم على مثلا سفينه او ياخذ سفينه، وخاصه في منطقه الخليج العربي، وهو ما يسمى فيه بالغزو، ما يسمى بالغزو بالقبائل، يعتبر جزء منه. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الهادي. عبد الهادي العجمي، جامعة الكويت. اولا يعني اشكر الدكتور بدر على هالمحاضرة الجميلة جدا، يعني قرب الميكروفون دكتور. اشكر الدكتور بدر على هالمحاضرة الجميلة في استعراضه يعني لواقع المنظومة الاقتصادية لطرق التجارة العالمية في تلك اللحظة. ويتحدث بعض اللي يتكلمون عن نظريات الان، يعني عن نظريات القوة المركزية الاقليمية. العباسيين كانوا يشكلون قوة اقليمية مركزية، عادة تنشأ على اطراف هالقوة الاقليمية فرص لحياة اقتصادية على هامش المنظومة الضخمة، ويبدو القراصنة جزء من هالمعادلة. إذا أسقطنا ما يحدث الآن في الصومال، وأن الصوماليين تبدو الإمكانيات الاقتصادية عندهم أنه أفضل طريقة للمغامرة وللكسب هي إيقاف سفينة أحد الدول الضخمة التجارية ونهبها أو لطلب الفداء. بالنسبة للمنظومات اللي تكلمت عنها، يعني في طرفين للمعادلة، وهذا اللي قاعد يصير عندنا. يعني في السفينة تخرج من جهة
وتنتفي جهه، كلا الطرفين مستفيد. فاهم؟ حاولت تتكلم عن العباسيين وعن مقاومتهم في ارسال حمله الى البحرين او الاحساء حاليا. هذه نقطه مهمه جدا، لكن ابي اسال، هل قرات عن الاخرين؟ هل هناك جهود لجهات اخرى من حيث انطلقت التجاره؟ يعني الممالك اللي في الهند، الممالك القويه، كانت تحارب هالكائنات الطفيليه اللي على هامش المنظومه الاقتصاديه. السؤال الثاني ابي اسال عن القرامطه، وهذا سؤال جاني من احد المبتعثين عندنا في القسم اللي يدرس حالة البحرين، البحرين اللي نقصد فيها الأحساء والبحرين الحالية. كان سؤاله عن منظومة المنظومة الاقتصادية، يعني هذه كيانات مناوية للعباسيين والعباسيين عجزوا عنها. هل كانت هذه المنظومات تنشئ قرصنة منظمة تستهدف فعلا الإضرار باقتصاد؟ يعني انت تعرف انه كثير من الخصوم هاجم البصرة في كذا مرة، يعني الخوارج كانوا يهاجموا البصرة، القرامطة، كانت في محاولات لما تضعف الدولة قطع الطريق على تجارة البصرة بحد ذاتها مكسب سياسي واستراتيجي، اضف الى ذلك انه دخل اقتصادي. وين تشوف هالمساق؟ هل كان هناك حملات منظمة في العصر العباسي للاضرار بالاقتصاد العباسي من قبل هالمنظومات، ولا لا والله ان اغلبه كان من القرصنة الحرة اللي مجموعة من الناس يبحثون عن رزقهم فقط؟ وشاكر لك على المحاضرة. شكرا دكتور. تفضل دكتور عبد الله. شكرا دكتور عمر، الشكر ايضا موصول للمحاضر على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي بشكل مباشر، المحاضر طبعا جاءت في عرض المادة التاريخية، لكني تساؤلي ان ما تكلم عن جنسيات القراصنة، تكلم عن الهنود وتأثير طبعا كقراصنة، وتكلم أيضا عن الفرس كقراصنة في الخليج، ومعروف أن الفرس يعني ما هم أهل بحر اللي كانوا مسيطر على الخليج، يمكن فترة الحديثة طبعا العرب، لكن في فترة السابقة أنا ما أدري. فشنو جنسياتهم؟ تكلمت عن جزيرة سقطرة، تكلمت عن الهنود، بس ما شرحت هل في عرب قراصنة أو لا. شكرا. شكرا دكتور فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل سيد، جامعة الكويت. في البداية طبعا بشكر الدكتور بدر شكر كبير، طوف فينا في معلومات مهمة جدا وثرية عن القراصنة. بس كنت يعني أهم مداخلة بسيطة جدا هوضح فيها أن انتشار الإسلام في بلاد السند أثر وحد من نشاط القراصنة بشكل مباشر. يكفي أن السبب المباشر لفتح السند كان مهاجمة القراصنة على إحدى السفن وأسر بعض النساء العربيات، فالحجاج بن يوسف أخرج الجيش بقيادة محمد بن يوسف الثقفي لقضاء القراصنة وإنقاذ السيدات العربيات، وكان سبب لفتح بلاد السند. كما أن قيام الدولة العباسية واتخاذ بغداد حاضرة يعني يعتبر نقلة كبيرة جدا في اهتمام العباسي، في الاهتمام بالمشرق الإسلامي واهتمام بالخليج والاهتمام بالمحيط الهندي، لأن الأمويين كان ثقلهم في البحر المتوسط والتنافس مع الروم، لكن العباسيين اهتموا بشكل كبير جدا بالمشرق. فده اللي جعل زي ما الدكتور بدر عرض حملات متواليه لتطهير الخليج ومحيط الهندي من خطر القراصنه. سؤال يا دكتور بدر، في العصر العباسي الثاني وانشغال العباسيين بمشاكلهم الداخليه وثوره الكرامطه والزنج زي ما حضرتك وضحت، هل كان لحكام عمان دور مباشر في القطاع القراصنه؟ وايضا الدكتور عبد الهادي يعني اخذ مني جزء من السؤال، هو دور حكام الهند اللي كان عندهم شبه استقرار كبير، كان لهم دور، وكان دور ده الى اي متى؟ شكرا. شكرا لك. تفضل استاذ يوسف. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف المطيري، مدرس مساعد في قسم التاريخ. يعطيك العافية دكتور بدر على هذه المحاضرة الممتعة والشيقة، اللي كثير من معلوماتها بأمانة كانت مجهولة بالنسبة لنا بحكم التخصص. لكن يمكن عندي بس ملاحظة في نقطة معينة، وأنا أيدك فيها، اللي هي الإشارة إلى المبالغة اللي كان يذكرها برزك بن شهريار في كتابه عجائب الهند. هذا الكتاب يعتبر من المصادر المهمة جدا في تاريخ هذه المنطقة، لكن إشارتك إلى المبالغة، لأن فعلا هذا الكتاب مليء بالكثير من المبالغات، وربما مليء بالكثير من قرائب الأشياء
والدليل على أن اسم الكتاب أصلا عجائب الهند. الملاحظة الإضافة الثانية واللي أبي أستفيد منك دكتور اللي هي فيما يتعلق لما أشرت إلى أن بعض القراصنة كانوا يقومون بأكل لحوم البشر. يمكن أنا أختلف معك شوية في هذه النقطة، أن هؤلاء القراصنة لم يكونوا من أكلة لحوم البشر، لربما أصلا حتى هذه الصفة اللي كانت تطلق على مجموعات بشرية كثير منها أصلا ربما يكون غير حقيقي، إلا ما هو مرتبط أحيانا في بعض المعتقدات أو حتى أحيانا ما يوهم فيه الآخرين بأنه علاج لبعض الأمراض خاصة أمراض الكهولة أو فقدان الفحولة. الأمر الآخر، يمكن لو نرجع إلى التاريخ مثل الأوروبي والتاريخ الأمريكي، في بعض المصادر تحدثت عن أن بعض السفن التي كانت تجوب البحار لفترة طويلة كانت تأخذ معها أحيانا بعض الأطفال. هؤلاء الأطفال يكونوا أحيانا إما من المشردين أو من أطفال الملاجئ أو الأيتام، يأخذونهم من باب الخدمة على ظهر هذه السفينة، هذا الهدف الأساسي. ولكن الهدف اللي كان غير معلن أنه ربما يستخدمونهم أحيانا كجزء من الغذاء على هذه السفينة في حالة فقدانهم للمواد الغذائية الموجودة ظهر السفينة أو ضياعهم في البحار. فما هو المقصد إنه فقط مجرد إن رغبة في أكل لحوم البشر؟ هذا وجهة نظري. شكراً. دكتور سند. أسامة جمالي اقتصادي. أعتذر لعدم إلمامي بالتاريخ. سؤالين. طبعاً التجارة بين الهند ومنطقة الخليج عمرها 6,000-7,000 سنة. هل ظاهرة القرصنة شيء جديد ولا موجود عبر كل السنين؟ نعم. الشيء الثاني، الدولة الأموية كان لها أسطول حربي قوي، ألم يكن للدولة العباسية أسطول حربي قوي بحيث تسير بعض السفن لحماية السفن التجارية؟ لم تذكر هذا. شكرا جزيلا. شكرا لك. دكتور سند. سند أحمد، جامعة الكويت. بشكر صديقي الجميل الدكتور بدر على المحاضرة الرائعة المتكاملة في كافة العناصر بتاعتها في موضوع القراصنة. لي بعض الاستفسارات البسيطة. مدى تأثير حركات القراصنة أو القراصنة ديت على الدولة العباسية ككل؟ فأعلى قوائم للمال وخزائن الأموال كانت موجودة في عصر الدولة العباسية بشهادة المؤرخ ابن خلدون اللي كتبها لنا بالتفصيل في الوقت دوت. فواضح أن حركات القرصنة اللي موجودة ما كانتش بتشكل أثر كبير يعني تدميري أو على الدولة الإيه؟ على الدولة العباسية، وإلا ما استمرت الإيه؟ ما استمرت الخزانة مليئة بالأموال باستمرار. كيفية القتال بين أو المقاومة بين الدولة وبين القرصنة في البحر، يعني كانوا بيتقاتلوا إزاي في البحر؟ وهل هناك كان في هناك هيكل إداري للقراصنة دي؟ القراصنة دول كان لهم هيكل إداري، لهم زعيم، لهم قائد، والكيفية لهم حركات تدريب، وهل لهم عيون وجواسيس بيتتبعوا السفن من أول ما تخرج من المواني وخط السير بتاعها؟ إذا كانوا القراصنة دول مسلمين، فأين دور الفقهاء في محاربة القرصنة؟ لأن في بعض الإشارات أيضا في المصادر الإسلامية بتبين أن طالما القرصنة على سفن صليبية خلاص حلال كويس ما فيش فيها مشكلة، فأين دور الفقهاء في الأشياء دي؟ وأشكرك طبعا على المحاضرة. شكرا لك. شكرا أستاذة. غادة حجاوي قدومي. أنا سؤالي أو الحقيقة استفساري كتير سهل. أولا إحنا هاي تقسيم التاريخ لعصور شوي مرات يعني مفيد بالدراسة، لكن لا يمكن أنه يتقسم التاريخ إلى عصور. فمن أجل التوضيح بتهيأ لي أنه في بعض المستمعين يعني قدامي ما شاء الله كلهم دكاترة بيعرفوا العصر العباسي الثاني من إمتى لإمتى، فممكن إحنا ما بنعرف، فإذا بس تحدد لنا العصر العباسي الثاني. نعم. بتهيأ لي هو من 877 بعد المتوكل يمكن، أو 861 لبعض، مش متأكدة لإمتى أو للنهاية. نعم. بعدين في عندنا المصادر
العربية الأساسية يعني أو المصادر الرئيسية. تذكر عندنا أسماء لجزر وأسماء بلدان القارئ العادي ما بيعرف بالضبط وينها، مثل مثلا جزيرة الواقواق، جزيرة الرانش. يعني بتهيأ لي في هذه المحاضرة يمكن فيها فائدة لو إنه شرح المحاضر أين ما الاسم الحقيقة وأين تقع موقع هذه الأماكن اللي تذكر في المصادر القديمة. وشكرا. شكرا لك. شكرا. نختم مع ضيفة. تغيير صوت نسائي، يعني قلت يطلع صوت نسائي تغيير عن الأساتذة. تفضلي. يعطيك العافية دكتور. سارة الفلشاوي، طالبة دراسات عليا من جامعة الكويت. سؤالي بالنسبة للجزر الموجودة في الخليج العربي، ما هو دور السلطة المركزية في السيطرة عليها واستغلالها؟ لأن أنا قرأت معلومة أن أبو العباس السفاح أرسل قوة للقضاء على الخوارج الصفرية الذين خرجوا من البصرة هاربين من السلطة العباسية محتمين بجزيرة ابن كاوان. ويعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. تفضل. في عندنا سؤال نختم فيه؟ إذا في عندنا سؤال. إذن أعتقد مما زاد من روعة هذه المحاضرة جودة الأسئلة التي قدمها الضيوف الكرام والتي سوف يجيب عليها ضيفنا الكريم، فليتفضل. تفضل. بسم الله. نبدأ بأجمل واحد معنا في قسم التاريخ دكتور حمد. بالنسبة لسؤالك أن البحرين من هم الذي كان يقومون في القرصنة فيها؟ كان في الغالب عليهم هم القرامطة، هم من يقومون في هذه القرصنة. بخصوص التعليق والرد على هل كان أهل الكويت يمارسون، أنا ما أقدر أفتي ومالك في المدينة أصحاب تخصص موجودين، ما أقدر أني أتعدى عليهم، لكن هذه رواية شفهية سمعتها من أحد أحفاد أحد القراء أحد النواخذ الكويت، كان يذكر الحادثة هذه. يبقى أصحاب التخصص هم يعني أصحاب الشأن في رد عليه. نعم. دكتور عبد الهادي، هل هناك غير العباسيين من يقومون قرصاً؟ نعم. الوقت ما كان يكفي أن يذكر الجهود اللي كان يقومون فيها أهل الصين. أهل الصين كانوا يقاومون القرصنة بشكل كبير، وكانوا يسيرون الحملات القضاء على القراصنة. أيضا لا ننسى دور الهنود، في بعض الأحيان كانوا يكافحون القراصنة اللي كانوا موجودين في المحيط الهندي. لكن الوقت ما راح يسعفنا أن نذكر الأشياء هذه، الوقت يا دوب أن أخذنا بعض النماذج. المنظومة الاقتصادية للقرامطة، هل يستهدفون سفن العباسيين؟ القرامطة لما أنشأوا دولتهم أنشأوها على منظومة اقتصادية عالية، كان استثمار الأراضي في الزراعة، كانوا يأخذون مكوس تجارية على السفن اللي تمر، وأيضا كانوا يمارسون بنفس الوقت شيء يسمونه القرصنة غير شبه الرسمية، كانوا يمارسونها على السفن التجارية إضافية لكان ما يأخذونه من مكوس. دكتور عبد الهاجي، جنسيات القراصنة، نجد أن القراصنة بكل بساطة كانوا من منطقة الهند، بعضهم كان من منطقة اليمن، صاحب جزيرة كيش كان أحد العمال اللي كانوا من بلاد اليمن كانوا مارسون القرصنة، بعض السقطرة كانوا مسيحيين نصارى كانوا مارسون أيضا القرصنة، فكانت الجنسيات هنا فيها شوي من اختلاف. دكتور فيصل طه، هل كان لدور أهل عمان في طرد القرصنة؟ نعم، ملك الأمير غسان كان له دور كبير، هو أول من أنشأ الشواني لطرد وتطهير المحيط الخاص في منطقة عمان، في لكن ما سعفني الوقت أني أدخل دور عمان، كان له دور كبير في طرد القراصنة وطهر منطقة الخليج وطهر منطقة المحيط الهندي من القراصنة، وكان له طموح كبير لأن وصل إلى أنه غزا منطقة البصرة وسيطر عليها في عصر البريديين، وفي حادثة ما نقدر نذكرها أنه ملاح استطاع أن يهزم الأسطول هذا من خلال أنه أخذ سفينة، قال للبريدي أنا أتكفل أني أهزمهم لك، قال كيف؟ قال عطني مركبين، أخذ المركبين ربطهم بعض وحط فيهم سعف النخل ودخل على مربط على مكان الميناء اللي كان راسي فيه مراكب قوات غسان، فأشعل النار فيها ورمى نفسه من البحر ودخلت على اسطول أهل عمان، فاشتعلت السفن، خصوصا السفن كانوا يربطونها حتى لا تفترق عن بعضها البعض في الليل. دكتور يوسف، بالنسبة يعني قضية آكلين لحوم البشر، ممكن
من سبيل نقدر ناخذها الترويع، ممكن من المبالغات في التاريخ اللي كانوا يبالغونها. لا ننسى ان دور القصاص كان دور يعني كبير موجود في الدولة العباسية، فكان يمارس نوع من التشويق. شلون راح يقدر يمارس نوع من التشويق؟ من خلال انه يروي ان هذول القراصنة كانوا ياكلون لحوم البشر، كانوا يمثلون في الناس، فكانت هذه نوع من انواع اللي ممكن تكون مبالغات اللي موجودة في التاريخ. عشان ما اخطب الاسم دكتور جمال الجمالي. دكتور الجمالي، هل القرصنة جديدة؟ لا، القرصنة من قبل الإسلام كانت موجودة، كانت تمارس في منطقة المحيط الهندي، وكان يستقلون حركة السفر في المواسم الخاصة في الرياح الموسمية. هل كان العباسيين، أنا ذكرت دور العباسيين، سيروا أكثر من أسطول في محاربة مثل أبو جعفر منصور، هارون الرشيد، سيروا أساطيل كثيرة لطرد القراصنة. أما مسألة أنه يصير أسطول ليحمي قافلة تجارية، فنشوف أن السفر كان يأخذ سنة كاملة، فمو معقول أن القوات راح تطلع، هو مجرد أنه يأمن المنطقة اللي تكون خاصة في مثل منطقة الخليج اللي كانوا يطهرونها في استمرار. دكتور سند، مدى تأثير القرصنة على الدولة العباسية؟ نرجع نقول أيضا دور القصاص يعني بالغ بشكل كبير في قضية تضخيم وتهويل أهوال القرصنة، فأي تاجر كان يتعرض لأي هجوم كان لما يرجع كان يحكي، وكان من القصاصين يأخذون الروايات، فالقصاص عايش على قضية المبالغة والتشويق في ما يقوله عشان يكسب مال أكثر، فكانوا يبالغون في قضية تفخيم حجم القرصنة بشكل كبير. بالنسبة لكيفية القتال، نعم القتال كانوا يأخذون معاهم الجرحية والرمات النفط، وكانوا القراصنة يخشون أي سفن يكون فيها الأحباش لأنهم كانوا أقوياء في قضية القتال، فكان يأخذون يرمون في النار السفن الأخرى، كانوا يستخدمون قضية القضية اللي هي تحويل بعض المعارك إلى شبه برية مثل ذات الصواري، كان في التحام. هل كان لهم هيكل؟ نعم، كان في قبطان، وكان في بحارة، كان في مقاتلين، كان في بعض الأحيان ذكرت لنا المصادر أنه يكون في خباز يكون يقوم في خدمة، ذكرها لنا الطبري أن أحد البوارج ذكرنا أفرادها الموجودين بالعدد، وذكر أن كان بينهم نجار، وكان بينهم لأن النجار يحتاجونه في حال أنه تعرضت السفينة لأحد يعني الخلل في أثناء سفرها، وكان فيها يعني مثل ما تقول الخباز اللي يخبز ويعد لهم الطعام. لكن في النهاية كانوا مثل خلية النحل، كانوا كلهم في ديمومة عمل واحد. دور الفقهاء بالنسبة يعني للسرقة، يعني ما أظن اللي بيسرق يعني بيهتم في روض يعني قضية الفقهاء، يعني القرصنة هذه يعني مثل الزمن اللي كانت يعيشون فيه العباسيين مثل كل الأزمان، في ناس فيها وازع ديني إنها تخاف الحرام وتبحث عن الحلال، وفي ناس لا، يعني أهم شيء عند الكسب المادي، فكان القراصنة ما يهتمون رأي الفقهاء، فكانوا يحسنون فقط القرصنة، هذا العمل اللي يجدونه، أي عمل ثاني ما يبون يفعلونه. يعني بعض الجزر في منطقة الهند كانت غنية بالمعادن، لو استغلوا في قضية المعادن فقط هذه اللي تصديرها لأصبحوا مؤثرية، لكن شافوا أن العملية مربحة مثل ما ذكر الدكتور عبدالهادي في قضية القراصنة الصوماليين، أني أستوقع السفينة وأخذها، أخذ فدية أو أخذ المجموعة عليها وأنا ما أشقى، يعني عمل بسيط. استاذتنا، متى كان العصر العباسي الثاني؟ من 200 تقريبا، في اختلاف، 232 للهجرة حتى 656 سقوط الدولة العباسية على يد المقول. المصادر تذكر، نعم عندنا فعلا في اختلاف بين الأسامي الحديثة الآن، يعني مثل كوريا كان اسمها سلة، جزيرة سلة، وفي بعض المصادر كانت تذكرها بشلة. في هناك من يقول أن الوقواق هي إيش؟ جزر المالديف. كلا بارك هي يعني بالقرب من سواحل سيلان، وأنا أتشرف أني أهدي لك كتابي فيه موجود المواقع هذه تعريفات من التعريفات فيها. بالنسبة للدور السلطة في مقاومة القراصنة في الجزر، أختنا هني نختم في الجانب النسائي، دور السلطة في مقاومة القراصنة، أذكر أني وضحت قبل شيء يعني تسلسل الخلفاء من عندنا صح أبو جعفر المنصور حتى وصلنا المتوكل، وهم
يسيرون حملات لتطهير. أبو جعفر المنصور لوحده 14 سنة قاعد يطهر منطقة الخليج، لأن منطقة الخليج كانت مناسبة القراصنة أن يمارسون فيها القرصنة طوال فترة السنة، ما يكون فيها هيجان البحر كان موجود في المحيط الهندي. أتمنى أني كنت موفق في الرد على تساؤلاتكم وأشكركم. شكرا. نشكر ضيفنا الكريم على هذا العرض والتي استمتعنا فيه في معلومات جدا قيمة عن القرصنة ودورها التاريخي في إعاقة التجارة في منطقة الخليج. في الختام لا يسمع أن نشكر ضيوفنا الكرام على ونستمع منهم عذرا على الإطالة، لكن جودة الموضوع أكيد هي اللي طولت في الموضوع. كما يسعدنا أن ندعوهم لحضور الندوة في الشهر القادم، في أول ثلاثاء من الشهر القادم راح تكون بعنوان الكويت وثائق العثمانية، راح يلقيها الأستاذ طلال رميض رئيس رابطة الأدباء. نشكركم، نشكر ضيوفنا الكرام. كما يسعدنا أن يقوم مدير إدارة الآثار المتاحف السيد سلطان الدويش بتكريم ضيفنا الكريم، وشكرا لكم جزيلا على حضوركم وحسن استماعكم.